بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، يا رب تكونوا بخير يا شباب. احنا طبعا في وضع راهن، الوضع ده صعب، أزمة فعلا، بس لازم تحترم، مفيش حد في إيده حاجة، لا احنا ولا انتوا. فاحنا مش عارفين الوضع ده هيستمر لحد امتى، بس يا رب ينتهي على خير بإذن الله لينا وليكم جميعا. فكان لازم نوصل لك المعلومة لحد البيت. احنا اتفقنا خلاص مع بعض على مجموعة الواتساب بتاعتنا ان احنا هنبث مقاطع فيديو اللي هي ليها لشرح الوحدات مرارا كده، علشان الزمن ما يتوقفش بيك، لازم تنجز، لازم عشان تلاقي نفسك قدام الامتحانات لازم تشتغل. فبإذن الله هتلاقيني بشرح لك، بدي لك المعلومة لحد عندك في البيت اهو، وانت سعادتك لازم تذاكر، تحل واجباتك، تحفظ الكلمات، وتهتم بنفسك اكنك في درس بالظبط. طيب احنا ان شاء الله باذن الله النهارده هنتعامل مع يونت 13، الوحده 13، نوتس اون فوكابلري، اللي هي ملاحظات على الكلمات. انا عارف طبعا ان مجموعه البنات بالفعل درست الوحده 13 كلها، لانجوج نوتس والجرامر. بالمناسبه كمان يا شباب ان الجرامر بتاعها هو حفظ، اكنك حفظ كلمات، ده ليس في شرح خالص، هو كله بيتكلم عن حروف الجر، يعني دي انت هتحفظها وتسمعها لنفسك في البيت، لانك لو ما حفظتش انت مش هتعرف تحل الواجب عليها. لازم تعرف مين اللي بياخد 2، مين اللي بياخد اوف، مين اللي بياخد 4، فلازم بالورقه والقلم وتحفظ. طيب النهارده ان شاء الله احنا هنتعامل مع لانجوج نوتس او النوتس اون فوكابلري، اللي هي الفروق اللغويه. عندنا في يونت 1 دي كذا فروق لغوية عندنا هندرسها مع بعض. أول حاجة عندي كلمة باتل، عندي كلمة كوارل، عندي كلمة ديسبيوت. يا رب الخط يكون واضح والصوت كمان يكون واضح. عندي كلمة باتل يا شباب، دي معناها معركة، وده شيء خاص دائما بالحروب، يعني أي حاجة تخش فيها حرب يبقى دي باتل، سواء بقى بين دول، بين احزاب، جنود، دي باتل، باتل حروب. يعني اقول ينفع اقول مثال ميني سولجرز، ميني سولجرز وير ووندد ان ذا باتل، يعني كثير من الجنود جرحوا في المعركة. طبعا كده طالما قال لي جنود ودنيا كده يبقى دي معناها حرب، حرب. طيب ممكن كمان ناخد مثال تاني، نقول مثلا ان ذا باتل، ذا باتل المعركة between Egypt and Israel was in 1973. يعني الحرب ما بين مصر وإسرائيل، إن هنا بتتكلم عن دولتين متحاربتين هم متصارعتين، يبقى لازم استخدم كلمة باتل، يبقى باتل دي بتتكلم عن معركة يعني حروب. إنما كوارل دي بقى معناها شجار، أو بالبلدي كده خناقة، انت أما تلاقي اتنين بيتخانقوا مع بعض بيضربوا بعض كده دي اسمها كوارل. يعني أقول there was، مثال there was a quarrel in our street yesterday، يعني كان في خناقة في شارعنا امبارح، يبقى في اتنين بيضربوا بعض او ناس بتضرب بعض، دي كوارل. انت ممكن تبقى معاك خناقة بينك وبين اخوك، بينك وبين صاحبك، بينك كوارل، كوارل خناقة، شجار. انما ديسبيوت، ديسبيوت معناها نزاع، يعني عدم اتفاق ما بين قوتين متناحرتين او متصارعتين. يعني اقول many countries، many countries have disputes about borders. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ كثير من الدول عندها disputes، نزاعات بشأن الحدود، يعني دولة جنب دولة الاتنين، لا ده الحد بتاعي انا، ده بتاعي انا، يبقى فيه نزاع بينهم، نزاع ممكن بعد كده يؤدي الى حروب تبقى battles. تمام جدا، يبقى ده كده الوقت الفرق ما بين كلمة battle، quarrel، dispute، ده اللي هي معركة فيها حرب، هنا شجار خناقة، هنا dispute نزاع، يعني عدم اتفاق ما بين قوى متناحرة أو قوى متصارعة. طيب بالمناسبة كلمة battle دي كمان بتدخل في تعبير اسمه أرض المعركة. تمام جدا، اسمها field battle أو battle field، battle field أرض المعركة، battle field أرض المعركة. ينفع في كتاب جيم كاتب في الاكسرسايزز ان ينفع تبقى فيلد باتل،
هتلاقيها في الاكسرسايز على طول، اللي هو ورا اللانجوج نوتس هتلاقي مصطلح فيلد باتل، اللي هو برضو يعني يسعى الى هو ارض المعركة برضو. تمام جدا. يبقى انا دلوقتي عندي ارض المعركة دي تلاقيها باتل فيلد، اوكي اتس اول رايت. فيلد باتل برضو هي نفس المعنى ده كده يا شباب، اول لانجوج نوتس عندي. تمام، هندخل بعد كده على لانجوج نوتس نمبر 2. الفرق ما بين كلمة اكسبلورر، الفرق ما بين كلمة اكسبلورر، الفرق ما بين كلمة انفنتور، والفرق معاهم مع كلمة ديسكفرر. في اولى ثانوي احنا درسنا الافعال بتاعت الاسماء دي، اكسبلورر جايه من اكسبلور، انفنتور جايه من انفنت، ديسكفرر جايه من ديسكفر. طيب يعني ايه اكسبلورر يا شباب؟ اكسبلورر دي معناها مستكشف، مستكشف يعني شخص بيذهب الى مكان علشان يجمع عنه معلومات او يستكشف حاجات جديده الناس ما تعرفهاش. مستكشف يعني عندنا في مستكشف اسمه ابن بطوطة، في مستكشف اسمه ماركو بولو. ماركو بولو ده أول واحد زار إيه الصين. ماركو بولو was the first explorer, the first explorer to reach China. ماركو بولو ده كان أول مستكشف يذهب إلى الصين أو يصل إلى الصين، يبقى هو كده مستكشف الصين بالفعل، مكان موجود ومعروف وراح يستكشف المكان ده. إنما انفنتور ده بقى معناه مخترع، والمخترع ده يا شباب شخص عليه مشقة كاملة لأنه أوجد شيء من العدم، ده بيتعامل دايما مع شيء لم يكن موجود، حاجة مش موجودة ولم تكن معروفة، ما كانتش حد يعرفها خالص. يعني ده مستكشف او سوري مخترع، اسف، مخترع اوجد الشيء من العدم. ازاي؟ هنرجع بالزمن شويه كده ورا جرهام بيل. واحد اسمه جرهام بيل ده اكتشف ولا اخترع ولا استكشف التليفون؟ لا طبعا اخترع التليفون. ليه؟ لان التليفون ده شيء لم يكن موجود ولم يكن ايه معروف. فطبعا انا لازم اقول ان جرهام بيل was the inventor, was the inventor of the telephone. جرهام بيل was the inventor of the telephone. جرهام بيل هو كان مخترع التليفون. ليه استخدمنا كلمة مخترع؟ ليه؟ لأن التليفون كشيء لم يكن موجود من قبل ولم يكن معروف من قبل، يبقى دي هو الراجل أوجد الشيء ده من العدم. إنما ديسكفرر ده بقى اللي هو المستكشف. يعني إيه أصير معلش المكتشف؟ يعني ايه يا مستر المكتشف وايه فرق بينه وبين المستكشف؟ المكتشف ده بيخترع او بيكتشف شيء ربنا كان خالقه، كان موجود بس لم يكن معروف للبشر، لم يكن معروف للبشر. تاني، المكتشف بيكتشف شيء كان موجود بس لم يكن معروف للبشر. كلنا عارفين ان ربنا خلق الوحدات الوقتية كلها، ساعة، يوم، شهر، سنة، قرن، ونزلنا بقى عن الساعة كده دقيقة، ثانية، بس في كانت وحدة اسمها الفيمتو ثانية ما كانش حد يعرف عنها حاجة، بس ربنا خلقها الشيء ده موجود، الفيمتو ثانية دي موجودة بس ما كانش حد يعرف عنها حاجة من البشر. فجالنا بروفيسور زويل، بروفيسور زويل ده طبعا was the discoverer, was the discoverer of the femtosecond. فهو كان مكتشف الفيمتو. ايه بقى مكتشف الفيمتو ثانية؟ لان الفيمتو ثانية دي موجودة بس ما كانش حد يعرف عنها حاجة، يبقى ده هو مكتشف، مكتشف. يبقى تاني، المستكشف بيروح يجمع معلومات عن مكان، المخترع ده شخص بيتعامل مع شيء لم يكن موجود ولم يكن معروف واخترعه من اول وجديد، انما المكتشف بيتعامل مع شيء موجود بس ما كانش حد بيعرفه، ما بيعرفه من البشر، فهو جه عرفه للبشر. يعني زويل جه عرفنا ان في حاجه فيها اسمها الفيمتو ثانيه. اسمه ايه بتاع نيوتن؟ نيوتن، نيوتن ده اكتشف الجاذبيه. هي الجاذبيه موجوده بالفعل، جرافيتي. يبقى هنقول ان اسحاق نيوتن was the discoverer of gravity، يعني كان مكتشف الجاذبية. الجاذبية دي ربنا خلقها منذ بدء الخليقة موجودة بس ما كانش حد يعرف عنها حاجة. هو قاعد بقى تحت الشجرة لقى البرتقانة وقعت عليه، ايه اللي وقعها؟ ده اكيد في حاجة وقعتها، يبقى الجاذبية. يبقى هو كده عرفنا ان في حاجة اسمها الجاذبية.
تمام، يبقى ده الفرق ما بين كلمة ايه اكسبلورر، الفرق ما بين كلمة انفنتور، والفرق ما بينها وما بين كلمة ديسكفرر. جميل جدا. عندنا بقى في استراكشر مهم جدا احنا خدناه قبل كده، اللي هو الفعل تيك يأخذ الماضي منه كلمة توك. كلمة تيك دي يا شباب دايما بيجي وراها تايم، وقت، أي وحدة وقت بقى، ساعة، يوم، شهر، سنة، دقيقة، 10 دقايق، 5 دقايق، كام سنة، كام شهر، كام أسبوع، أي وحدة وقت. بس بعد الوقت لازم يجي تو زائد الفعل في المصدر أو الإنفينيتيف فيرب. دي كده قاعدة تيك. يعني مثلا أقول I took 3 hours to read the book. يعني انا خد مني 3 ساعات علشان اقرا الكتاب. يبقى الوقت اللي انا استغرقته جاي بعد تيك اهو، تيك زائد وقت، بس لازم يكون في بعدها تو زائد الفعل في المصدر. هنفتكر قاعدة خدناها برضو يعني مشابهة لدي شوية، اسمها قاعدة سبند. خلي بالك منها، سبند غير تيك خالص. ليه يا مستر؟ الاتنين بيجوا وراهم وقت. الله، طب ما هم كده يبقوا الاتنين زي بعض. لا 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 لا، تيك وقت تو المصدر، انما سبند وقت فيرب اي ان جي، فيرب فيه اي ان جي. يعني الجملة دي لو انا عايز اقولها بطريقة سبند، اقول اي سبنت 3 hours، I spent 3 hours reading the book. I spent 3 hours reading the book. أنا قضيت 3 ساعات في قراءة الكتاب. الله، اشمعنى هنا قلت reading؟ عشان خاطر spend. Spend عايزة وقت، الفعل في ING، إنما take عايزة وقت، to زائد الفعل في المصدر. تمام جدا. بعد كده هنشوف الفرق او النوت اللي بعد كده، الملحوظه اللي بعد كده، في حاجه اسمها الكومباوند ناونز. يعني ايه كومباوند ناونز يا شباب؟ كومباوند ناونز دي حاجه اسمها الاسماء المركبه. كومباوند ناونز واضح جدا جدا من اسمها، اسماء مركبه. اسماء مركبه يعني كذا اسم مع بعض، راكبين مع بعض في حاجه واحده. طيب قال لك الاسماء المركبه دي يعني هي انت بتستخدمها كاسلوب ايه كتابه، رايتنج ستايل. يعني انت بتعرف ان انت وانت بتكتب باراجراف مثلا، تعرف ان في كلمه فوتبول دي لازم تبقى لازقه في بعض، بيدروم لازم تبقى لازقه في بعض، انما مثلا اقول باص ستوب بعيد عن بعض، بوليس ستيشن بعيد عن بعض، وهكذا. فهتلاقي الاسماء المركبه دي جايه بكذا شكل، مره تبقى منفصله separated words، مره تبقى متصله connected words، مرة تبقى مفصولة بهايفن اللي هي الشرطة الصغيرة دي. الأسماء المركبة ممكن تلاقيها بكذا شكل من الأشكال دي، ممكن تلاقيها منفصلة، منفصلة زي بوليس ستيشن بعاد عن بعض كده، باص ستوب بعاد عن بعض، داينينج روم بعاد عن بعض، انما متصله بقى لازقه في بعض، ما ينفعش اسيب بينهم مكان خالص، سبيس، نو. لا، لازم اقولهم كده جنب بعض. فوتبول، شفت؟ تي بوت، شفت؟ لازقه في بعض. سوري، تي بوت. عندي بوك شوب، بوك شوب. يعني ايه بوك شوب؟ اللي هو محل الكتب. تي بوت ده اللي هو براد الشاي. عندي باث روم، باث روم اللي هو الحمام، شوف لازقه في بعض. انما بيدروم، بيدروم اللي هو غرفة النوم، لازقة في بعض. إنما دايننج روم تلاقيها بعيدة عن بعض. لازم بقى في أسماء تانية النوع التالت بتلاقي بينهم شرطة أو الهايفن دي، زي مثلا عندنا حاجة اسمها ووتر سكيينج. ووتر سكيينج، ووتر سكيينج يعني التزحلق على الماء. عندي كمان هورس رايدنج، هورس رايدنج اللي هو ركوب الخيل. عندي حاجة اسمها father in law اللي هو زوج الأم. يبقى أنا شايف كده إن الأسماء المركبة دي ممكن يبقى ليها كذا شكل، منفصلة بعيد عن بعض، بوليس ستيشن، بس ستوب، دايننج روم، متصلة لازقة بعض، فوتبول، تي بوت، بوك شوب، بيدروم، باثروم، وبينها هايفن اللي هي الشرطة الصغيرة اللي هي ووتر سكيينج، هورس رايدنج، father in law، وهكذا. طيب بعد كده عندنا النوت اللي بعد كده، عندنا كلمة سيستم، سيستم، وعندنا كلمة ديسيبلين. ديسيبلين اللي هو نظام، وسيستم برضو نظام. سيستم ده يا شباب نظام، بس نظام تشغيل، نظام تشغيل أو نظام آلة،
حاجة اللي بتشغل الآلة أو نظام تشغيل، زي أنت عندك دايما تقول مترو سيستم، مترو سيستم يعني نظام تشغيل المترو، لازم تقول مترو سيستم. آلة معينة زي ألارم، ألارم سيستم، ألارم سيستم ده اللي هو جهاز الإنذار، تمام جدا. عندك برضو حاجة اسمها اير كونديشنينج سيستم، اير كونديشنينج سيستم ده اللي هو نظام التكييف المتواجد في مكان. انما ديسيبلين، ديسيبلين ده اللي هو النظام برضو بس مقصود بيه الانضباط، الانضباط يعني ايه الانضباط؟ يعني مفيش تهريج، مفيش تسيب، ستريكت، ماشي. يعني دايما نقول our teacher، our teacher is strict، المدرس بتاعنا ده حازم او صارم، and always seeks discipline. يعني ايه and always seeks discipline؟ ودائما ما يسعى الى الانضباط، ينشد الانضباط في الطلبة بتاعته، يعني ما بيحبش تسيب خالص. تمام، اخر حاجة عندنا في language notes يا شباب، الفرق ما بين كلمة adventure، adventure، adventure دي معناها ايه؟ تمام جدا جدا، adventure معناها مغامرة. وعندي adventurous، وعندي adventurer، تمام جدا، واضحين كده قدامنا. adventure دي طبعا معناها المغامرة، او اي شيء، او اي شيء يحتوي بداخله على مغامرة. يعني مثلا بتكلم عن اي مغامرة، دي مغامرة ذات نفسها، بنقول adventure. يعني نقول دايما my uncle، my uncle usually tells us about his adventures in the sea. يعني دايما عمي بيلمنا ويقعد يحكي لنا عن مغامراته في ايه؟ في البحار، تمام جدا. اي حاجة تحتوي بداخلها على المغامرة برضو تقول عليها adventure. يعني مثلا انا شفت فيلم جواه مغامرة، حد عمل مغامرة، يبقى ده اسمه adventure، adventure film. قريت كتاب جواه مغامرة، يبقى adventure book، adventure story، تمام جدا. انما adventurous بقى، adventurous دي صفة معناها مغامر، يعني حد لديه روح المغامرة، شخص جواه مغامرة، يعني لو في مغامرة يقول لك يلا، ده adventurous، عنده روح ايه؟ مغامرة. انما الادفنتشرر ده بقى اللي هو، اللي هو الشخص الايه؟ المغامر ذات نفسه، الشخص اللي بيعمل المغامرة، الشخص الذي يقوم بالمغامرة، تمام. يعني مثلا ممكن اقول سندباد is an adventurer، يعني سندباد ده ايه؟ مغامر، شخص بيعمل مغامرات. انما adventurous بالفعل هي معناها مغامر وكل حاجة، بس عنده ايه؟ روح مغامرة، عنده احساس المغامرة، يعني ينفع يعمل مغامرة معاك عادي، يعني جواه بيحب المغامرة. انما الادفنتشرر الشخص اللي فعلا بالفعل عمل الايه؟ عمل المغامرة. بكده يا شباب احنا هنكون انتهينا من اللانجوج نوتس في يونت 13. بإذن الله انت مطلوب منك حاجة دلوقتي بقى، مطلوب منك انك تحفظ كلمات اليونت كله، تحل على الفوكابلري واجب، وهتحفظ الجرامر وهتحل عليه. معك فرصة لحد الحصة الجاية، انت اليونت كله مطلوب منك واجب، لان بالفعل اليونت كجرامر هو اللود عليك انت في الجرامر ده، لان هو حروف الجر دي لازم بورقة وقلم، واحفظ كل حاجة بتاخد حرف الجر ايه. بإذن الله نتقابل الحصة الجاية، هنحل الواجب بتاعنا كلنا، واللي عنده اي استفسار على الواجب، حاجة مش مقتنع بحلها، هيبعت لي رسالة على الواتساب وانا هرد عليها بإذن الله. بالتوفيق للجميع يا شباب، وبالله عليكم، بالله عليكم، محدش يقصر في مذاكرته، لان الوضع يعني مش عارفين هو هيستمر لحد امتى. فلو سمحتوا اتقي الله، ذاكر، اشتغل، علشان الامتحان ممكن يبقى في ثانية يبقى قدامك. بالتوفيق للجميع، السلام عليكم.